تحب المدرسة؟ كمان بفكر جغرافيا، تربية وعربي. أنا بكون بتطلع هيك بالمدام بتقول إنه هيدي شاطرة يعني، أنا بكون شو عم فكر شو طبخت الماما اليوم. ليش ما بتحب المدرسة؟ لأنه فيها درس. شو أكثر شيء بيزعجك بالمدرسة؟ تعليقات رفقاتي. شو بيقولوا لك رفقاتي؟ ثقيلة. شو بيقولوا لي؟ اسمي ما تنتبه فرنسا ثقيلة. انت اسمك شو؟ لورد. بس على أي أساس سموك لورد بتعرفي؟ لأنه خلقت بيوم عيد سانت لورد. صح. بدي منك شغله، من اليوم ورايح كل شخص بيزعجك توقف بوجهه وبتقولي له ما حدا احسن من حدا، توعديني انه نعمل سبور اكثر. وعد؟ وعد. انا وياك بنعمل سبور؟ بيزعجوك بشي ثاني اصحابك؟ شغل الماما. ما سمعت. شغل الماما. شغل الماما؟ كيف بيزعجوك بشغل الماما؟ كيف يعني؟ شو بيقولوا لك؟ ماما شو بتشتغل؟ ماما بتنظف بالمدرسة. ما سمعت. ماما بتنظف بالمدرسة. إيه شو بيقولوا لك أصحابي؟ بيقولوا لك أمك شو بتشتغل؟ وأنت شو بتجاوبيهم؟ ما كنت جاوبهم. ما بتجاوبيهم؟ ليش ما بتجاوبيهم؟ ما بعرف. بتخبريها للماما انه في اصحاب بضايقوك؟ بس بطبع اسمه بس خبر. ما خبرتي عن هذا الموضوع؟ اول مرة بخبر. وليش قررت تخبريني؟ هذا الشيء بيزعجني. نور، برأيك انت مرة الجاي شو لازم تعملي مشان اصحابك ما يزعجوك بقى؟ منو هيدا الشغل. لازم خبر الماما، خبر المال او حدا من ابوك. فيك ترجع تحضر هالحلقه من احمر بالخط العريض عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعة اللي بدك وين ما كنت.